تخلت السلطة الفلسطينية عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدولة الحالية في خطوة للرد على تطبيع البحرين والإمارات علاقتهما مع إسرائيل وصمت الجامعة على ذلك. من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في رام الله اليوم إن هذا القرار جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين اللتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في مخالفة للمبادرة العربية للسلام. أما صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد صرح خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية إن معظم الدول العربية أوقفت تسديد التزاماتها بدعم الموازنة الفلسطينية كما هي مقررة في القمم العربية المتعاقبة، ناهيكم عن تنصلها من الوفاء بتعهد شبكة الأمان وفقا لقرارات تلك القمم. هذا ودعا عريقات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية إلى سد الثغرة التي أحدثها اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي وضمان التزام الدول العربية بقرارات الجامعة والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين. إلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد من بانوراما، نلتقيكم غدا في عدد جديد. كونوا بخير.